السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافري وتحليل الوحدتين الرابعة والخامسة للصف السابع الأساسي للفصل الدراسي الثاني لمنهج سلطنة عمان. هنا يقوم الطالب هو والمجموعة من الطلاب الذين معه بإكمال عواصم هذه الدول. كما نلاحظ هذه جروب 1، لديه 4 دول، فيقوم بكتابة عواصم هذه الدول، وكذلك جروب 2 وجروب 3 وهكذا حتى جروب 6، كتابة العواصم. طبعا لم أكمل هذه العواصم لكي أعطي الطالب المجال للبحث عن هذه العواصم. أما في هذا النشاط فالطلاب يقومون بالعكس، أي ينظرون إلى العاصمة فيكتبون اسم الدولة. أيضا لم أكمل ذلك لكي يعطي الطلاب المجال للبحث عن هذه الأشياء، عن العواصم والدول. هنا يتعلم الطالب البنكتويشن وهو الترقيم، وذلك بكتابة الكابيتال ليترز، الحروف الكبيرة القمة، مثل هذه كويشن مارك إذا كان هناك سؤال، الفول ستوب وهكذا. إذن هناك قاعدة تبين ذلك، ومن خلال الجملة نلاحظ بأن الجملة يجب أن تبدأ بحرف كبير أي كابيتال ليتر. نلاحظ هنا كلمة ذا يجب أن تبدأ بكابيتال تاء، هنا بيكنيكس أيضا كابيتال بي أو با، هنا تيتشرز أيضا. كما نلاحظ أيضا استخدام القمع عندما يكون لدينا أكثر من شيء، هنا عندنا بيرس ليانز مانكيز، عندنا 3 أشياء. إذا بين الشيء الأول والثاني نضع قمع، والشيء قبل الأخير نضع فقط أند. هنا أيضا مثال آخر، بيكنيكس كامل ريسز اند فاير ووركس. هنا نلاحظ بان 3 أشياء موجودة، نضع قمع بين الاسم الاول والثاني وان شيء قبل الاخيرة. واذا كانت 4 أشياء ايضا نضع، نكرر القمع. اذا الشيء قبل الاخير فقط الذي نضع قبله اند. هنا ايضا تيتشرز دكتورز اند درايفرز، نلاحظ وجود القمع بين هذه القائمة من المهن. أيضا أسماء المعينة مثلا العيد الوطني العماني، نلاحظ عمان ناشونال دي يجب أن يبدأ بحروف كبيرة. أيضا ريو دي جانيرو، هذه اسم هذا المكان، إذا أيضا لازم جميع الحروف في ذلك الاسم تبدأ بحرف كبير. مثلا ذا جريت وول أوف تشاينا، مثلا أن هذا الاسم خاص لهذا الحائط أو السور، سور الصين العظيم، فيجب أن تبدأ جميع حروفه بالكابيتال، يعني كل كلمة جريت كابيتال جي، وول كابيتال دبليو، تشاينا طبعا أيضا ذا جريت وول أوف تشاينا. هنا القاعدة التي تشرح استخدامات البنكتويشن اللي هي الترقيم، اللي هي الكابيتال ليتر طبعا بداية الجملة، قلنا الفول ستوب نهاية الجملة، القمة طبعا هنا لاحظ راحة شوية في الجملة إذا كانت الجملة طويلة، سنلاحظ ذلك. القمة أيضا مرة ثانية طبعا إذا كان عندنا ليست أي قائمة أشياء، مثلا I like bananas تعمل قمة، apples تعمل قمة، مثلا oranges and مثلا yogurt وهكذا. إذا هنا نستخدم القائمة إذا كان عندنا ليست من الأشياء. أيضا نستخدم الكابيتال ليتر for people، إذا أسماء الناس مثل علي، أحمد، زينب، ليلى وهكذا. places أماكن، أماكن يعني دول أو مناطق مثلا أو مدن. book titles عناوين الكتب، أيضا نستخدم capital letters. and festivals وبعض الاحتفالات، مثلا عندنا عيد الفطر وهكذا، مناسبات معينة، إذا أيضا نستخدم الكابيتال. أيضا نستخدم الكابيتال letter for names of the days and months، أسماء أيام الأسبوع و شهور السنة يجب أن نستخدم الكابيتال. أيضا ويوز كابيتال، ما زلنا في استخدام الكابيتال عندما نكتب ضميرنا كمتحدثين. أنا أتحدث عن نفسي أستخدم I، نفس هذه كما يشير السهم، هذه الذي يتحرك I يجب أن تكون كابيتال. كما نلاحظ I هنا I، إذا يجب أن نكتب I بالكابيتال. هنا الطالب يضع خط تحت الكلمة المناسبة، هنا طبعا نضع خط تحت I بالكابيتال، لماذا؟ لأن بداية الجملة. وأيضا عندما أتحدث عن نفسي
ضمير يكون I نفس هذا الذي يتحرك هنا I capital، هذا خطأ طبعا. هنا أيضا نفس الشيء I capital، لأنه ضمير المتحدث يجب أن يكون capital. Wednesday هذا من أيام الأسبوع، إذا يجب أن يكون capital أول حرف. سندباد أيضا بداية الجملة، ولأنه اسم شخص يجب أن يبدأ بكابيتال. نزوة بداية الجملة ولأنها اسم منطقة يجب أن تبدأ بكابيتال. صلالة ليست في بداية الجملة ولكن اسم منطقة أو مدينة، إذا يجب أن تبدأ بكابيتال. س أو أس كما نلاحظ. جولاي يجب أن يكون كابيتال، لماذا؟ لأنه من أسماء الشهور وهكذا. إذن هذه أشياء مهمة في الترقيم يجب أن يعرفها الطالب. هنا صوت أو تنطق، هذا الصوت أو، إذن الأو الطويلة أحيانا تأتي هكذا أو إيه تنطق أو، أحيانا تأتي أو دبليو تنطق نفس شيء أو، سنلاحظ ذلك. إذن هنا نقول كوت كوت، إذن هذا ينطق أو كو كوت. بو بوت بو بوت، كو كوت. كلو كلوك كلو كلوك. جو جوت جو جوت. رو رود رو رود. ثرو ثروت ثرو ثروت. تو توست تو توست. إذن هذه أشياء مهمة، هذه مكررة طبعا. كلمة كوت مكررة، إذن سنأتي بهذه. إذن كوت وهذه توست. إذن مرة ثانية كوت بوت توست كلوك جوت رود ثروت. هذا أيضا تنطق أو أرو، نلاحظ أو فيها أو نفس هذا أو. أرو بلو إلبو إلبو. سلو سلو. سنو سنو. ثرو ثرو. ويندو ويندو. إذن نفس هذا، هذا كوت نلاحظ أو فيها، هذا أرو بلو إلبو سلو سنو ثرو ويندو. إذا نفس الصوت الأو الطويل تسمى لونج أو. هنا يتعلم الطالب كيف يعبر عن حبه لأشياء معينة، مثلا يقول I like pizza I like pizza. Krishna likes playing the guitar. إذا لما نعبر عن حبنا لشيء معين نلاحظ الفرق. هنا استخدمنا فقط like ثم الشيء الذي نحبه، هنا استخدمنا like ثم الشيء الذي نريده، أتينا بفعل زائد ing فتحول إلى اسم. إذن هنا ليس فعل، أصبح ليس فعل وإنما اسم، أي اللعب أو العزف، هنا صار عزف وليس يعزف. إذن كريشنا likes، أضفنا أس للفعل لأن كريشنا مفرد، likes playing the guitar. إذن playing هنا ليست فعل كما قلنا، اسم أي العزف على الجيتار. إذن أحيانا نعبر بلايك ثم الشيء، أحيانا لايك ثم نأتي باسم المشتق من الفعل، الاسم المشتق من الفعل. مثلا كريشنا likes cooking، إذن cooking الطبخ مشتق من الفعل cook. أو swimming swimming السباحة، الفعل مشتق الاسم مشتق من الفعل swim وهكذا. هنا the verb like can be followed by a noun، نلاحظ هنا الفعل like أتى بعده noun اسم. To describe an activity، أي نشاط نحب أن نمارسه، أي نشاط نحب نقوم به أو شيء معين، the verb like هو الفعل like نستخدم معه. Can be followed by a verb ending in ing، إذن هو هنا ليس فعل، أصبح هنا بالأصل فعل، أضفناه إلى ing لنحوله إلى اسم، إلى activity، إلى نشاط. هنا أيضا نستخدم I would like، أحيانا نقول I like pizza، ممكن نقول I would like pizza، ولكن ما الفرق بين استخدامنا I like and I would like؟ هنا أيضا سعيد would like to invite
كريشنا to go roller skating with him. إذا ما هو الفرق بين I like و I would like؟ هنا هذا الشخص يقول I like fishing. متى نستخدم I like ثم الشيء الذي نحبه؟ I usually enjoy this activity all the time. عندما نحب نشاط معين طول الوقت، يعني هذا خلاص يعني صار عادة في حياتنا أن نحب الصيد. هذا الشخص لما يقول I like fishing معناه حبه للصيد دائما يستهويه، وهذا شيء يعني في نفسه يحبه دائما. أما إذا قال I would like to go fishing معناه هو الآن في حاجة، يعني يحس بالملل ومحتاج أنه يروح يمارس هذه الهواية ليرفه عن نفسه. إذا عندما نخطط أن نقوم بشيء في المستقبل، يعني هو يقول I would like to go fishing، يعني أنا عندي رغبة أن أروح أرفه عن نفسي وأروح ومارس هذه الهواية الصيد. أما هنا لا، هنا نعبر عن شيء موجود مسبقا ودائما ملازمنا في حياتنا، هذا الحب، حب الصيد، هنا نعبر عنه بهذه الصياغة. هنا لا، هنا شيء ننوي القيام به أو نريد أن نقوم به مستقبلا. مثلا شخص يقول I like bananas، أنا أحب الموز، معنى ذلك بأنه دائما يحب الموز، يعني شيء صار all time، صار general، صار يعني شيء عادي في حياته أنه يحب الموز. إذن I like bananas all time. أما لو قال I would like to eat a banana معناته يعني في خاطره يأكل موز ويشعر بالجوع، أو شاف حد يأكل موز فجاء على باله، معناه يريد أن يقوم بذلك في المستقبل أي بعد قليل. So I want to eat it now، أريد أكله الحين، يعني بعد شوية أروح أشتري قرن موز أو أطلب منه قرن موز. إذا ممكن يقول I would like to eat a banana. طبعا عندما نستخدم I would like لا نستخدم eating، لا نستخدم الفعل المضاف له ing، وإنما نستخدم infinitive، هذا يسمى infinitive. لاحظنا I want، I would like، ما نقول going، نقول to go. I would like to go infinitive. I would like to eat infinitive. إذا نستخدم مع I would like infinitive. أما هنا عادي بعد like نستخدم gerund، هو الاسم الفعل الاسم المشتق من الفعل بإضافة ing من fish. أيضا هنا he likes swimming، لما هذا نقول عنه أنه يحب السباحة معنى ذلك بأنه يحب السباحة دائما في حياته، هو يحب السباحة، يعني صار يعني مغرم بهذه الرياضة، رياضة السباحة. أما لو قلنا عنه he would like to swim tomorrow، هنا نذكر بأنه يرغب ويريد أن يقوم بالسباحة غدا، إذن هنا نذكر رغبته في ذلك مستقبلا. إذن نلاحظ بعد would like نستخدم infinitive to swim وليس to swimming أو swimming، أنا أقول he would like swimming، لا نقول to swim. إذن هذا هو الفرق بين like would like، سنلاحظ ذلك من خلال الأمثلة التي سوف تأتي. هنا الطالب يقوم بحوار هو وزميله، طبعا هنا الحوار جميل وممكن يستخدمه للطالب في الصف، مثلا يقدم دعوة لزميله invitation أو أوفر، يقول له would you like to go ice skating، إذن هل ترغب في الذهاب إلى ice skating، إذن هو يريد يروح ice skating، فيرد الزميل no thank you، هذا الإكس معناها هو غير موافق، no thank you I don't know how to skate، أنا لا أعرف كيف أتزلج. ثم يقدم له عرضا آخر، how about tennis then، كيف عن التنس، هل ممكن زين نروح نلعب تنس، أيضا هذا سيعتذر it's too hot for tennis، too hot نلاحظ الشمس طالعة، إذا معنى ذلك أن الشمس أو الجو حار جدا لممارسة هذه الرياضة. ثم سيقترح عليه صديقه مرة ثانية اقتراح آخر، what about going shopping then، إذا ما رأيك نذهب للتسوق، إذا هنا سيوافق الزميل yes that's a good idea، إذا للطالب أن يغير هذه الأشياء كما سنلاحظ. سنستخدم هنا هذا number one، ماذا سيقول الزميل الأول، إذا
هذا هو الصديق الأول وهم جالسين في المقهى، فيقترح عليه Would you like to go swimming؟ إذا وين جبناها swimming؟ من هذه الصورة، هذا ما سيستخدمه الطالب الأول Would you like to go swimming؟ هنا سنرى رد الزميل No thank you I don't know how to swim، إذا أنا لا أعرف كيف أسبح. ثم سيقترح عليه مرة ثانية شيء آخر، خيار آخر How about football then؟ وين جبناها football؟ هذه فوتبول من الشكل How about football then؟ هنا نرى شمس، معنى ذلك هذا هو العذر الذي الثاني الذي سيقوله الشخص الثاني It is too hot for football أو No thank you لا It's too hot for football معناها الشمس حارة لممارسة الرياضة. ثم سنرى الخيار الثالث هذا الذي سيطلب أو سيقترحه الصديق. نلاحظ أنه يشاهد التلفزيون، ماذا سيقول له؟ What about watching TV؟ What about watching TV؟ هل سيوافق الصديق؟ نعم، هنا علامة الصح معنى الصديق سيوافق. ماذا سيقول الصديق؟ إذن Yes that is a good idea، إذن موافق أنها فكرة أي ولازم يشاهد التلفزيون ستكون good idea. إذن الطالب يمكن أن فقط أن يغير هذه الأشياء، هنا نلاحظ سيغير فقط هذا. إذا would you like to play football بدل to go swimming سيغير الطالب إلى to play football. Would you like to play football؟ طبعا سيعتذر الزميل مرة ثانية، هنا نلاحظ علامة الخطأ No thank you I don't know how to swim. طبعا لا ما بيكتب I don't know how to swim، بيقول No thank you I don't know how to play أو how to play football. إذن نفس الشيء I don't know how to play أو I don't know how to play football. ثم سيعرض عليه العرض الآخر، هذه fishing، نلاحظ سيقترح عليه أن يذهبوا للصيد how about fishing how about going fishing أو how about fishing. طبعا نفس الشيء بيقوله It is too hot for fishing. سيغير فوتبول إلى fishing. It's too hot for fishing. سيقترح عليه اقتراح آخر إذا ما عجب الصيد، هذا أنه يروح السينما، نلاحظ السينما، إذا going to the cinema سيغيرها الطالب هنا. What about going to the cinema بدل watching TV الطالب سيقول What about going to the cinema. سنرى هل سيوافق الطالب الثاني، نعم أنه موافق going to the cinema. ماذا سيقول؟ إذن yes that is a good idea، إذن وافق that is a good idea. يقوم الطالب مثلا نفس الشيء بالتحدث عن هذه الأشياء، نفس الشيء فقط تغيير أشياء معينة كما غيرنا هنا، غيرنا إذن الطالب نفس الشيء سيغير بعض الأشياء ويمارسون هذا الحوار الجميل في الصف. هنا مجموعة جمل ولكن الكلمات مبعثرة، الطالب يقوم بترتيب هذه الكلمات ليحصل على هذا الحوار الجميل. إذن هذا حوار بين شخصين، ماذا يقول الحوار؟ Would you like to come to my party؟ يعني هنا يدعوه للحضور إلى الحفلة. لماذا استخدم Would you like؟ لأنه يريده أن يأتي في المستقبل، ما يذكر له يعني هذه رغبة طول حياته، لا يعني هل ترغب أو هل تريد أو هل يمكنك بشكل مهذب أن تحضر أو تأتي إلى حفلتي. That would be great، طبعا هذا وافق، ولكن يسأل هنا When is it، متى سيكون؟ الشخص الثاني يذكر له الموعد It's on Monday at 7، إذن It's on Monday at 7. لاحظ استخدم on قبل اليوم و at قبل الساعة. Can I bring a friend؟ هل لي أن أحضر صديق معي؟ إذن هذاك الشخص الثاني المعزوم يريد يجيب مع صديقه. Yes of course، إذن وافق هذا اللي قدم العزيمة إنه صديقه يحضر زميله. Yes of course، فهذا يشكره Thank you. إذن الطلاب أن يقوموا بنفس الحوار مع تغيير بعض الأشياء، ما لازم يقولوا Can I bring a friend؟ مثلا Can I bring a present؟ هل لي أن أحضر هدية؟ أو كمالون.
هنا نفس الشيء، الطالب يكمل هذه الجمل بلايك أو وود لايك. من خلال الموقف سيستشعر الطالب أيهما يعني حب دائم لهذا الشيء أو أيهما نية لعمل ذلك في المستقبل. هنا استخدمنا I would like. لماذا استخدمنا شيء سوف نقوم به أو أنا سأقوم به في المستقبل؟ I would like to stay longer. كان ودي يعني أن أظل أكثر. But I have to go home now. إذن هو بعد ما رايح، إذن نيته هنا نية أنه خلاص يتركهم ويغادر. إذن I would like to stay longer، إذن هو نيته المستقبلية أنه يظل أكثر عندهم، ولكن شايف الوقت متأخر، إذن نستخدم I would like. إذن ليس حب دائم للمكوث لفترة أطول معهم، لا، وإنما شيء هو يريد أن يقوم به بعد قليل. أسعد لايك فوتبول، طبعا أسعد لايكس، إذن نضيف S. أسعد لايكس فوتبول. إذن لماذا لم نستخدم would like؟ لماذا استخدمنا أسعد لايكس؟ لأن هذا يبين حبه الدائم لكرة القدم، وليس أنه يريد أن يلعب كرة القدم في المستقبل. إذن نلاحظنا هي plays every day، هو يلعب كل يوم، معناه هنا نبين حب أسعد لكرة القدم الدائم، دائما في حياته ويحب هذه الرياضة، وليس شيء ناوي أن يقوم به في المستقبل أو يرغب القيام به في المستقبل، لا. شمسة would like to speak to you. إذن هنا لماذا لم نستخدم likes؟ استخدمنا would like لأن هنا شمسة رغبة منها في المستقبل للتحدث مع صديقتها. تقول شمسة يعني طالبة أخرى تخبر شمس، تخبر الصديقة، تقولها شمس لديها رغبة بالتحدث معك. إذن هنا شمس ليس يعني حبها للتحدث مع تلك الطالبة يعني دائمة، وإنما هذا ما تريده الآن في هذه الفترة أن تقوم به في المستقبل. إذن would like هنا رغبة مستقبلية أنها تريد التحدث مع تلك الصديقة. They like، هنا لم نستخدم would like. They like، لماذا؟ They like playing volleyball at the weekends. إذن هنا حبهم دائم لهذه الرياضة، إذن وليس رغبة في القيام بذلك في المستقبل، لا، حب دائم في لعب هذه الرياضة. My mother likes drinking tea in the afternoon. إذن لماذا استخدمنا likes ولم نستخدم would like؟ إذن my mother likes drinking tea in the afternoon. إذن هنا أمي نذكر حبها الدائم لشرب الشاي في هذا الوقت، إذن حبها الدائم وليس رغبتها الآن للقيام بذلك في المستقبل، لا، هنا الرغبة الآن تأتينا للقيام بذلك مستقبلا، أما هنا لا، دائما هي تحب هذا. إذن هذا الفرق بين I like و I would like. هنا الطالب يكمل هذه الجمل بالفعل. طبعا إذا استخدمنا likes نضيف ing للفعل. إذن أحمد likes swimming. أحمد، إذن معناه أحمد حبه دائم للسباحة وليس يريد أن يقوم بذلك في المستقبل. He would like to swim tomorrow. إذن هنا لا، ليس حبه الدائم للسباحة، ولكن هنا رغبته المستقبلية بأن يقوم بالسباحة غدا، هو خلاص تشوق لهذه الرياضة ويريد أن يقوم بذلك في المستقبل. إذن he would like. نلاحظ عندما نستخدم would like نستخدم الانفينيتيف، أما هنا نستخدم الجراند أي فعل مضاف له ing، هنا لا، نستخدم انفينيتيف تو ثم الفعل المجرد أي بدون إضافات يسمى مصدر. I don't like going to the cinema. إذن هنا نلاحظ نستخدم like وليس would like. ليش؟ لأن هنا عدم حبه الذهاب للسينما طول حياته كذا، هو ما يحب يذهب إلى السينما. إذن هنا حب دائم أو كره دائم أو عدم رغبة دائمة في الذهاب إلى السينما. نلاحظ بعد like استخدمنا going ولم نستخدم to go. إذن لا نستخدم to go وإنما going. to go نستخدمها مع would like، مع would like نستخدم to go، هنا مع like
نستخدم going. My friends would like to visit me at home. إذن هنا رغبة من الأصدقاء في زيارتي مستقبلا. إذن ليس رغبة دائمة لديهم في زيارتي، وإنما فقط في هذه الفترة هم يرغبون في زيارتي، ربما افتقدوني فيريدون زيارتي في المنزل. إذن my friends would like، نلاحظ بعد would like جاءت to visit وليس visiting، جاءت the infinitive وليس gerund، to visit وليس visiting. Would you like to come to my birthday party؟ هنا أيضا ليس حب دائم للحضور إلى حفلة عيد ميلاد، ولكن هنا هل لديك يعني رغبة مستقبلية بأن تحضر؟ إذن هنا لا نستخدم like وإنما would you like. نلاحظ عندما نستخدم would like نستخدم to come، لكن هنا سؤال فتأتي you بين would و like، إذن to come وليس coming. هذا فيما يتعلق بهذا الدرس. هنا الطالب يتعرف على ثلاثة أشياء مهمة في الجملة، أشياء مهمة جدا. ما هي هذه الأشياء؟ النونز الأسماء، الفيربس الأفعال، الأجكتيف الصفات. طبعا نلاحظ هذه الجملة، سارة is a beautiful girl who works hard. طبعا سارة تعتبر اسم لهذه البنت، اسمها سارة. إذن هذا noun، this is a noun، it is a meaning، a naming word. إذن هو اسم يعني يسمى naming word، كلمة تدل على الاسم. beautiful جميلة، إذن beautiful هي adjective صفة، ودائما تصف اسم، تصف البنت، تصف سارة، سارة هي التي جميلة. Works هنا فعل verb، إذن هي تسمى action verb لأنها تعطي توضح لنا أن سارة تقوم بعمل معين. ما هو هذا العمل المعين؟ أنها تعمل باجتهاد، working hard. إذن work هي فعل، إذن اسم صفة فعل. هنا أمثلة أخرى، الطالب يقوم بعمل تيك على الناونز الأسماء، يعمل خط underline تحت الverbs، ويعمل سيركل على الأدجكتيفز. إذن oranges هنا نلاحظ بأنها ناون اسم، وير طبعا هذا فعل مساعد، delicious طبعا هذه عليها دائرة معناها صفة لذيذ. إذن البرتقال كان لذيذا، إذن البرتقال كان لذيذا، إذن لذيذا هنا صفة. The girl slept in a small room. إذن the girls هنا البنات، girls اسم للبنات، slept هو الفعل، ناما، small معناها صفة صغير أو صغيرة، room اسم لأنها تصف يعني اسم للغرفة. إذن البنات ناما في غرفة صغيرة، إذن small صفة، room غرفة noun اسم. The relatives played the guitar and the banjo. إذن هنا relatives اسم، الأهل يعني الاسم، played الفعل في الماضي فعل، guitar وبانجو هذا الأسماء. إذن هنا بليد ما معناها لعبا وإنما عزفا على الجيتار وهذه الآلة. سارة أيضا اسم، got فعل، بلو هي اسم للون ولكن هنا تعتبر صفة، الألوان دائما صفات. جينز طبعا اسم، مدر أيضا اسم. إذن هذه أسماء اللي عليها صح واللي عليها دائرة صفات واللي تحتها خط أفعال. سلمى اسم، إذن اسم تلك البنت. liked فعل الماضي من like. story اسم يعني القصة. إذن سنلاحظ هذه الأمثلة، طبعا اللي باللون الأخضر هذه أسماء، عندما نقرأ الجملة نرى أي كلمة حمراء معناها اسم، نرى أي كلمة أي كلمة خضراء معناها اسم، أي كلمة حمراء معناها فعل verb، أي كلمة زرقاء معناها adjective صفة. نلاحظ هنا a hungry lion chased a fat zebra. إذن أول شيء hungry جائع معناها صفة، lion معناها أسد معناها اسم، chased معناها طارد إذن هي فعل، fat معناها سمين إذن صفة،
زيبرا هو حيوان الحمار الوحشي، معناها اسم ناون. My father cleaned his new car. إذا father الأب يعني اسم، clean نظفها معناها فعل، new جديدة معناها صفة، car اسم سيارة يعني، إذا اسم. سالم and ناصر went to Muscat to buy interesting games. إذا سالم and ناصر اسم، went ذهبوا إذا فعل، to Muscat Muscat إذا اسم، to buy هنا buy فعل ولكنه مصدر ولكنه فعل تظل فعل، interesting معناها صفة، games هذا اسم ألعاب. My sister helped her mother in the kitchen. إذا sister أختي الأخت اسم، help ساعدت فعل، mother أمها الأم اسم، in the kitchen في المطبخ المطبخ اسم. نكمل. The film was boring. إذا الفيلم يعتبر اسم، was كان يعتبر فعل، boring ممل إذا صفة، هذه صفة boring. My parents gave me a beautiful gift. إذا my parents الأبوين، الأبوين الأب والأم إذا اسم، parents gave أعطوني إذا فعل في الماضي، beautiful جميل إذا أو جميلة، هدية جميلة إذا جميلة معناها adjective صفة، gift هدية معناها اسم، هدية اسم. هنا نفس الشيء. There are many good students in my class. إذا are فعل، good معناها صفة، students هنا طلاب أو الطالبات إذا اسم، class الصف إذا هنا اسم، إذا هذه أشياء يتعرف الطالب. Was cooking هذا الباص continuous، إذا was cooking فعل، هذا فعل مساعد هذا فعل رئيسي، إذا was cooking فعل. Delicious لذيذ معناها صفة، meal وجبة معناها اسم، سالي إذا اسم لتلك الفتاة، arrived وصلت إذا هذا فعل، هذا فيما يتعلق بالاسم والفعل والصفة في كل جملة تحصل الموجودات. هنا الطالب يتعلم عندما يصف ملابس معينة بماذا يبدأ. أول شيء first we describe the color، دائما نلاحظ هنا نبدأ بالألوان عندما نصف شيء، مثلا a red and blue striped jumper. إذا هنا طبعا أول شيء نبدأ بالألوان ثم بالشكل، يعني second then we describe the pattern، شكل هذا الشيء هل هو يعني مزخرف بالورود أم بالخطوط أم بماذا، ثم نذكر اسم، finally we name the clothes، نذكر اسم هذا الشيء هل هو يعني قميص هل هو بلوزة هل هو، المهم نحن نذكر اسم الشيء. آخر شيء a yellow pink flower scarf، نلاحظ أن بدأنا باللون ثم الشكل هل هو يعني مزخرف بماذا هنا بالأزهار، ثم اسم هذا الشيء ثم نذكر الاسم. A brown and yellow spotted blouse. إذن blouse نذكر اسمه آخر شيء، ولكن أول شيء نذكر ألوانه بعدين شكله كيف، spotted منقط في نقاط يعني منقط، هنا الشيء black and white striped skirt، هذا skirt القميص. أول شيء نذكر لونه بعدين شكله striped في خطوط بعدين اسمه. إذن هكذا يعني نصف هذه الأشياء، والطالب هنا ممكن أن يأتي بأشياء يرسم أشياء ويلونها حسب هنا الوصف. طبعا صعب أنك تحصل ملابس حسب هذا الوصف، ولكن هذه الأشياء التي وجدتها يرسم الطالب ويلون. هذا بداية الوحدة الخامسة. هنا الطالب يكمل هذه الجمل بالكلمات الناقصة، طبعا أكملها لأترك المجال للطالب أن يبحث ويرى ما يناسب هذه الكلمات، يكمل بها هذه chant هي نفس الشعر. هنا استخدامنا للفعل will للمستقبل، مثلا هنا نقول I will live in a modern house، سوف أعيش في بيت حديث.
it will have lots of high tech gadgets. إذا هنا الطالب يتخيل كيف سيكون المنزل ماله، كيف ستكون يعني حياته في المستقبل. هنا what kind of house will you live in، السؤال موجه للطالب، ما نوع المنزل الذي سوف تعيش فيه. يكتب مثلا الطالب I will live in a big house in the desert، للطالب ما شاء أن يكتب هنا يتخيل منزله في المستقبل. طبعا استخدامات will قلنا للمستقبل عندما نتوقع شيء ولكنه غير أكيد، فقط توقعات للمستقبل. إذن هكذا سيكون المنزل الذي نتخيله بأنه يكون كبير وفي الصحراء. What job will you do، أيضا ما هي المهنة التي سوف أو تتوقع أنك ستعمل بها. I will be a famous doctor، إذن سوف أكون طبيب مشهور. إذن لا نعلم ولكن هذا مجرد توقع مستقبلي، إذن نتوقع في المستقبل باستخدام will. I will travel to many Asian countries، هنا السؤال يقول what country will you live in، ما هي الدولة التي سوف تعيش فيها. إذن I will live in، بدل travel I will live in. يتخيل الطالب الدولة التي يرغب في أن يعيش فيها، مثلا I will live in France مثلا، إذا نكتب طالب فرانس I will live in France، إذا كان يعني لديه رغبة بأن يعيش في هذه الدولة. أو I will live in Thailand أو I will live in Japan، يحدد الطالب الدولة التي يرغب أن يعيش فيها في المستقبل، مجرد خيال. I will have، طبعا السؤال what kind of car will you have، ما نوع السيارة التي سوف تمتلكها. طبعا هو بعد الحين طالب في المدرسة لا يعلم ولكن يتوقع شيء ربما يحدث. I will have a driverless car، سوف يكون لدي سيارة بدون سائق يعني يتحكم بها الحاسوب. What kind of computer will you have، ما نوع الكمبيوتر الذي سوف يعني تمتلكه في ذلك الوقت أو سوف تشتري. I will have a Dell computer، سوف يكون لدي كمبيوتر ديل، إذن أو أي ماركة توشيبا أو أي شيء، أو يتخيل كمبيوتر معين. هنا مجرد خيالات استخدام will. هنا الطالب يقوم بعمل خط تحت contraction، ما معنى contraction؟ معنى الاختصارات، متى نختصر will أو will not، will أو will not. هنا نلاحظ اختصار ل will طبعا قلنا لزيادة السرعة في الكلام، إذا هذا اختصار ل will. هنا أيضا اختصار ل will إذا we will، أصلها we will. They'll يعني they will تختصر إلى they'll، إذا هذا أيضا اختصار ل will they will. It will إذا نختصرها إلى it'll إذا نختصرها it will إلى it'll، إذا هذا اختصار ل will. Won't اختصار ل will not، إذا will not نختصرها إلى won't لزيادة السرعة في الكلام. They'll إذا اختصار ل they will اختصرها إلى they'll، إذا هذه مجرد اختصارات ل will و will not، يعني اختار تحت الخط. هنا القاعدة the contractions for will is l، هذا اختصار ل l. The construction for will not is won't. طبعا when we want to make a prediction about the future، عندما نريد أن نقوم بتوقع للمستقبل we use will plus infinitive، إذا نستخدم will plus infinitive of the main verb. طبعا لازم نستخدم infinitive يأتي بعد will، كما نلاحظ أنا وضعت تحت خط الأمثلة، لماذا؟ لنعرف بأنه will produce وليس producing أو produced أو produces. إذن sentence will produce، نحن produce تأتي مصدر أي بدون إضافات. Many robot doctors that will swim، إذن will نحن بأن swim أتت مصدر، ما نقول swimming أو swims أو swimmed أو swam، لا تأتي مصدر بدون إضافات. كما لاحظنا هنا we use will to predict what will happen or what we think will happen، إذا هذا هو استخدام will لنتوقع ماذا سوف يحدث في المستقبل أو ماذا نعتقد بأنه سوف يحدث in the future في المستقبل.
it is usually followed the infinitive of the main verb. إذن يتبعه infinitive. هذا هو infinitive الفعل مصدر. يأتي بعد أول الفعل مصدر كما نرى هنا. طبعا هنا الطالب يقوم بتوصيل الجملة الأولى مع الجملة الثانية وكلهن في توقعاتنا المستقبل. We will not use keyboards. يعني في المستقبل لن نستخدم لوحة مفاتيح. We will not use keyboards. نلاحظ بعد will not جاءت use وليس using ولا used ولا غير ذلك. إذا مصدر. ما هي الإجابة أو التكملة لهذه الجملة هذه C؟ We will tell computers what to do. نحن بأنفسنا سنخبر الكمبيوتر ماذا يفعل، أن يفتح، أن يكتب كذا. إذا ما بنحتاج لوحة مفاتيح. نحن نفس الشيء بعد will أتى الفعل مصدر tell. We will tell. إذا not ما get told ولا telling ولا tells. إذا يأتي مصدر. Cars will not use petrol. سيارة سوف لن تستخدم النفط أو البنزين. إذا will not use petrol. إذا won't use نحن use أيضا جاءت مصدر. ما هي التكملة؟ They will use solar energy instead. سوف يعني تستخدم يعني الطاقة الشمسية بدل ذلك، بدلا من ذلك، بدل استخدام طاقة النفط تستخدم يعني طاقة الشمس. هنا أيضا نفس الشيء will use. use جاءت مصدر. some animals will disappear. بعض الحيوانات سوف تختفي. نلاحظ بأن disappear جاءت مصدر، ما قلنا disappeared or disappearing أو disappears، لا جاءت مصدر، تأتي مصدر لأن قبلها will. إذا سوف تختفي. إذا D they will not survive. سوف لن تنجو ربما من الحرارة أو من العطش أو من الجوع أو من مثلا عدم وجود مكان لتأوي فيه. إذا they will not survive. نحن survive جاءت مصدر لأن سبقها won't أو will not. أيضا for we will travel to Pluto. إذا will جاءت بعدها الفعل، جاء بعدها الفعل مصدر travel، نلاحظ دون إضافات to Pluto. إذا عندما نسافر إلى بلوتو بي but we will not find life there، ولكن لن نجد حياة هناك على بلوتو. أيضا نفس الشيء won't أو will not جاء الفعل مصدر بعدها find وليس finding أو found أو finds، لا يأتي مصدر. هذا فيما يتعلق ب will. هنا قاعدة طبعا لاحظ بأن في الدرس السابق في وحدات السابقة تعلمنا prefixes. prefixes و suffixes. تعلمنا suffixes وهي حروف نظيفة نهاية الكلمات، مثلا teacher doctor. نلاحظ farmer حروف نظيفة نهاية الكلمات. هنا لا، يتعلم الطالب prefixes وهي حروف نظيفها بداية الكلمات تعطي معنى آخر. إذا فيديو نلاحظ أنها تكررت. إذا فيديو سكرين، فيديو فون، فيديو كاسيت، فيديو بلاير. هنا نفس الشيء تليفون، تلفزيون، تلسكوب، تلفيوا، تليغرافي. إذا هنا نلاحظ بأن تلي تكررت قبل هذه الكلمات لتعطي معنى آخر. أوديو كاسيت، أوديو ترونيك، أوديو متريك، أوديو فيجوال، هذه كلها لها معاني أخرى. وهذه هي القاعدة التي تشرح ذلك. بعضها التي تبدأ بفيديو معناها أشياء ممكن أن نشاهدها، التي تبدأ بتلي معناها تعطي مسافة ديستانس، أما التي تبدأ بأودي أو أوديو معناها لها معنى وهو يتعلق بالسماع جميعها، يعني أشياء سمعية، هنا أشياء بصرية، هنا تعطي يعني مسافة للمسافات مثلا معناها تختصر المسافات مثل تليفون، التلفزيون. إذا فيجن معناها الرؤية، مجال الرؤية. إذا هناك مسافة في مجال رؤيتنا للأشياء. هذا فيما يتعلق بالوحدة الخامسة في أمان الله تعالى.